میں بلا تاخیر تلاوت کلام پاک کے لیے مختصر وقت، چونکہ ٹائم بہت قیمتی ہے، علماء کرام نے واپس سفر بھی کرنا ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ جتنی جلدی ہو سکے پروگرام کو مختصر کیا جائے۔ تو تشریف لاتے ہیں قاری حافظ ابو حذیفہ متعلم جامعہ البدر یونیورسٹی بھونگا بلوچاں پھول نگر، وہ آتے ہیں اور تلاوت قرآن حکیم سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ قرات عشرا کے عظیم طالب علم اور ادارہ البدر یونیورسٹی کے ہونہار پوزیشن لینے والے حافظ قاری ابو حذیفہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ بسم الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه
يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة